السلام عليكم، صباح الخير. مرحبا بكم، مرحبا باللي كورديناتور مؤطرين أساتذة الأستاذات وكذلك التلاميذ اللي باغيين يشاركوا إن شاء الله في الاختبار ديال إم واي جونيور اللي غيكون غدا إن شاء الله نهار السبت انطلاقا من الساعة الثالثة. فلحد الساعة يعني نسبة ضعيفة ديال المؤطرين اللي صيفطونا لا ليست، فالعملية ديال استخلاص ديال لي كونت ارينا بارامون كتاخد بزاف ديال الوقت مع التلاميذ، و سي با ماشي سلسه على حسب ما فهمنا. فعلى داكشي قررنا اننا نسهلوا الامور شي شويه على لي كورديناتور وحتى على التلاميذ ديالنا. ف غادي تصيفط واحد الايميل لي كورديناتور اليوم فيه لو ليان ديال لو كونتيست، غادي نشوفوه دابا، ولكن اهم حاجه هو المود باس باش تدخلوا الكونتيست. فدابا غادي نشوفو في هاد لا ديمو كيفاش ممكن اننا ندخلو المهم اننا نكونو سجلنا. راه ديجا كاين الفيديو ديال الاستاذة وفاء. دابا غادي نشرح لكم يعني انت تكونيكتيتي الارينا كيفاش غادي تجويني الكونتيست ديال غدا، وكيفاش غتجويني واحد الكونتيست اللي ممكن ترينيو فيه دابا. فنبداو على بركة الله. فنمشيو نمشيو لسميتو نمشيو للبلاتفورم ديال الارينا كما كتشوفوا هنايا arena.ioi.ma، وغادي نديرو لوغين. دونك غادي نديرو لوغين. ديك المره كنت كرييت واحد الكونت ديال تيست، دونك كري ديال تيست. احنا دخلنا على بركه الله. مزيان، دونك هنايا فاش كتدخل كتجي كتلقى لا ليست ديال لي كونتيست. دونك كاين واحد الكونتيست اللي مطلق دابا هو ام واي جونيور 4 ديمو، وكاين الكونتيست ديال غدا. دونك الكونتيست ديال غدا غادي نشوفوه من بعد، نحلوه في طابيلاسيون بوحدو نشوفوه من بعد. وندخلو دابا للام واي جونيور 4 ديمو. دونك هادي اون ديمونستراسيون، فهو بديناه اليوم مع 8 الصباح وغيسالي حتى لغدا مع 12، غير هو المده ديالو ساعتين، يعني فوقاش ما دخلتي غيبدا يحسب عليك الكرونو. فممكن ندخل لا ليست ديال الكونتيست من هنا، او ممكن ندخل مباشره ليلو ونلتحق به نبريك على جوين كونتيست. فوالا، دونك انا كي خرج لك واحد التحذير بانه انفو غتبدا ممكنش تحبس الكونت. دونك غادي نكتبو هنايا الام واي جونيور 4 ديمو، لو مود باس ديالو غادي تصيفط لكم حتى هويا في الـ في الـ في الايميل ام واي جي 2020 ديمو. فوالا احنا دخلنا. فهذا كونتيست فيه جوج ديال لي بروبليم بالنسبه لغدا. ما عارفش انا شخصيا شحال غادي يكون، ولكن غادي يكونوا في الغالب بثلاثة او اربعة ماكسيموم. كل بروبليم عنده 100 نقطة. مثلا كاين هاد البروبليم هذا هو اللي كاين في الارينا، مثلا A بلس B. احنا دخلنا البروبليم، دونك هنا كتلقى اون ديسكريبسيون ديال البروبليم، هذا التكست ديالو. هذا البروبليم اللي كيجي باغ ديفو في الارينا هو بالانجليزيه، لي بروبليم دغدا غيكونوا بالفرنسيه كيما غنشوفوا في لوطخ بروبليم. ف يعني هنايا كيقول لك تيودور از سيتين ان مات كلاس اون هيز لابتوب، كليرلي هي از نوت بين اتنشن تو ان ذا سيتويشن، هاويفر هي جيتس كولد اون ذيس باي مات بلا 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 بلا. المهم التمرين ببساطه انه كيقول لك غادي نعطيك واحد لا ليست ديال الارقام، يعني جوج جوج جوج، وانت غتافيشي لي لا سوم ديالهم. فهنا في الانبوت سبيسيفيكيشن كيقول لك شنو غادي يكون. فلا لين الاولى غادي يكون فيها واحد لونتي ان، القيمه ديالو ما بين 1 و 100000، لو نومبر ديال لي زاديسيون اللي غادي نديرو. من بعد كاينه ذا نيكست ان لاينز ويل ايتش كونتين تو سبيس سيبريتد انتيجرز اكسيتيرا. دونك كل لين من هادو غادي يكون فيها جوج لي زونتي. اوتبوت سبيسيفيكيشن اوتبوت ان لاينز اوف 1 انتيجر ايتش، يعني كل واحد من هادو غنافيش. مثلا عندنا جوج، يعني عندنا جوج الحالات، فالاوتبوت ديالنا غيكونوا في جوج الحالات. فواحد زائد واحد كيعطينا جوج، وناقص واحد زائد صفر كيعطينا ناقص واحد. فوالا، دونك الا بغيت نسابميتي اون سوليسيون كنجي كنكليكي هنايا سابميت سوليوشن. هنايا عندكم الخيار بين بزاف ديال لي لونكاج دو بروغراماسيون. فهنايا كتشوفوهم كاينه سي، كاينه سي بلس بلس، بيرل، بي اتش بي، بايثون. ولكن بالنسبه لغدا غادي يبقاو باين لكم هنا غير لي لونكاج كي سون اوتوريزي. نقدر نكتب مثلا ب سي بلس بلس مثلا هنايا، ونكتب الكود ديالي غادي نكون كاتبه مثلا في الـ في الـ في الكود بلوكس، ولا
ولا في اي ايديتور اخر، ولا نقدر نكتبو نيش انا. هو من الافضل كنصحو انكم تستخدموه في الايديتور ديالكم. مثلا نعملو واحد الكود عندي هنايا، نحاول ادابتيه. اوكي، هذا بروبليم سهل، غادي نقدو نكتبو حنايا ديريكتومون هنايا، ماشي مشكل. نديرو مثلا بحال هكا، لعبات int main alarm. غادي نحتاجو واحد لونتي، هذاك لونتي ان، وغادي نحتاجو ا و بي، وغادي نحتاجو اي باش نبوكليو. مثلا غادي نقراو لا فالور ديال ان، وغادي نديرو لا بوكل ديالنا. دونك اي كتساوي 0، اي صغر من ان، و اي نديرو لا بلاس بلاس، غادي نستو تحل لما تستوها. فغادي نقراو القيمة ديال A والقيمة ديال B، وغادي نديرو سي اوت، نديرو A بلس B، نديرو الغوتوغ على لين. فوالا، دونك هذا هو البروبليم A بلس B بكل عباطة. ما نساوش ريتورن زيرو، ماشي ضروري، مي بون فوالا. ونحاولو نصيفطو هاد الكود هذا فوالا. دونك اون فوا كيعطيك هاد الميساج، راه يور سبميشن از بين بروسيسد. الا تعطل استوس برك على فيو سورس، وعاود برك على فيو ستيتس، وغادي تلقى الريزلت ديالك. دونك هنا كاين ثلاثه ديال تيست كيس دوزناهم كاملين، دونك اكسبتد اكسبتد اكسبت. نرجعو للكونتيست ديالنا هنايا، دونك هذا هو اللي حنا لاعبين فيه ديجا. دونك نمشيو للرانكين فوالا. دونك هذا جبنا فيه اليوزر نيم ديال تيست هو انا، دونك هذا جبنا فيه 100 بوين. بقى لي بروبليم الثاني، غادي نكليك عليه هنايا، وغادي نقرا لا ديسكريبسيون ديال دونك هذا البروبليم. هذا فيه فريمون بزاف ديال الناحيه. اولا مكتوب بالفرنسي، ثانيا فيه لو سكور بارسيال. دونك نقراو البروبليم هذا. دونك هذا فيه واحد، دائما البروبليم كتكون فيه واحد القصه، واحد الحجايه في الاول. كيقول لك لا كوريكسيون دي زيرو دو فراب اوتوماتيك ني با اون تاش فاسيل غراس ا ليد دو لا تكنولوجي بلا 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 بلا. دونك نقدو نقولوا بان هذه الجمله ما لايقه لتا شي حاجه. البروبليم كيبدا لهنا من فوتغ تاش. Votre tâche consiste à lire des chaînes des mots et de la position de la lettre à supprimer et afficher le mot correct. Maintenant, il y a le mot MOIG et la position 3. Donc, ça se compte 4. Il faut supprimer la troisième lettre. Le mot doit être MOI junior. Donc, voilà. Donc, là, je suis à texte. بالنسبه لي سبيسيفيكاسيون دو لونتري، دونك لونتري كيقول لك فيها لا بروميير لين كونتيان ان اونتي ان، كيانديك لو نومبر ديال لي كا دو تيست. شاك كا دو تيست ديكري سور اون لين باغ ان اونتي ام اللي كيعطيك لاندكس ديال داك الحرف اللي غنمسحوه، اي اون شين دو كاركتر. مثلا نشوفو هنايا عندنا 4، يعني غادي يكون عندنا 4 ديال تيست كيس. دونك السطر الاول فيه 4 ميس سبيل، يعني الحرف الرابع هو اللي غنبدلو. 1 2 3 4 هو هاد اي وسيط تحت. دونك الجواب ديالو هو هذا، واحد ميس سبيل، جوج اكسيتيرا. دونك بالنسبه للبروبليم هو هذا. السكور، عندنا السكور كيفاش غادي تاخذ النقط. فالسكور هنايا الي بارسيال، يقدر التلميذ يجيب 20 10 نقط، يقدر يجيب 20 او 30، ويقدر يجيب 100 نقطه. يعني الا حليتي ليكا لي ام فيهم صغر من 10 ولا طايت شين كاركتير صغر من 20، فغادي تاخذ 10 نقط. الا حليتي هاد لوكا هذا غادي تاخذ 20 نقطه واحده اخرى، هي ولا عندك 30. الا حليتي ليكا كاملين، يعني ام صغر من 80 ولا شين كاركتير صغر من 100، فتقدر تاخذ حتى 100%. فوالا، دونك هذا هو اون ديمونستراسيون على لا بلاتفورم، على الكونكور ديال غدا. فحاولوا دوزوا الماكسيموم ديال لي زيسي فهذا ديال لونترينمون. فبالنسبه للتمارين غدا، غادي يكونوا على الاقل واحد التمرين عنده نفس درجه السهوله بحال هادشي، مي سينو غادي يكونوا بيان سور شي وحدين صعب من هادشي.
فإلا عندكم شي أسئلة أو شي حاجة دونك صيفطوا لنا في لاباج لي كومونتير وجاوبوا على الإيميل. يلا حظ سعيد للجميع واشركم مباركة رمضان كريم إن شاء الله. السلام عليكم.